إجراءات فورية لتطبيق تعليمة رئيس الجمهورية الخاصة بخفض سعر التذاكر إلى 50% بالنسبة لشهر رمضان، تعرفها وكالات الخطوط الجوية الجزائرية بفرنسا، والتي لاقت استحسانا واسعا لدى أفراد الجالية. نحن إلى قعدة رمضانية مع الأهل والأقارب والتي لها نكهة خاصة، وهذا ما لا نجده هنا. الأجواء مع العائلة مهمة جدا لنا. هي ليست بتخفيضات عادية أو بسيطة. عكس التخفيضات الترويجية في سعر التذاكر التي اعتدنا طرحها بمناسبة شهر رمضان، هذه العملية استثنائية جدا وتتعلق بتخفيض 50% من أسعار التذاكر، فضلا على أنها تذاكر قابلة للتعديل والتعويض. هذه التذاكر يمكن أيضا دمجها مع تذاكر التخفيضات الترويجية التي اعتادت الشركة على تقديمها. معنى ذلك إذا وجدنا تذكرة بتسعيرة مخفضة 50% نستطيع دمجها بالنسبة لتذكرة العودة إذا كانت بتسعيرة ترويجية. إجراءات بمزايا جمة من شأنها تخفيف تكاليف النقل على أفراد جاليتنا المقيمة بالخارج.